معكم الكابتن عزيز مونجي المحفز الرياضي، فيديو جديد في يوم الاحد 7 رمضان. اللي معاه في التحفيز الرياضي اهلا وسهلا، واللي مش معاه في التحفيز الرياضي بالسلامه. احنا كفانا احنا بنتمرن في رمضان بالعافيه، غير كده مفيش. يلا بينا نعمل تمارين تسخين احماء. النهارده عندي تمرين رجلين، يلا تشجعوا معايا اشتراك ولايكات لدعم القناه. 1 2 3 4 لو انت عندكم تمارين رجلين النهارده او بعد بكره في اي يوم تمارين رجلين تسخين، نشغل العضله النايمه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. اللي انا بعمله ده تسخين الجسم الرجلين بس، تمام؟ انا ككابتن عزيز كمحفز رياضي، اخر يوم في الرجل سواء كنت هتلعب سوبر سيتس او نورمال، تمارين الرجل اقصى حد فيها 5 تمارين، 5 تمارين او 5 حركات من التمرين بس، غير كده ما تجوزش، تمام؟ اقصى حد. شكرا لكم.